أرسل لكم الحلول التفصيلية لشفرتي قاتل الزودياك 13Z و32Z. اسمي فيصل الزراوي، حاصل على ماجستير في الرياضيات ومهارات في الكمبيوتر، وأعيش في باريس فرنسا. كانت تلك مقتطفات من رسالة المهندس المغربي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بعد تمكنه من فك شفرة آخر رسالتين بعثهما قاتل الزودياك، الرجل الغامض الذي أعلن مسؤوليته عن 37 جريمة قتل. فما الجديد الذي توصل إليه المهندس المغربي؟ كيف مكن اكتشافه من التوصل إلى هوية القاتل؟ ما الإضافة التي حملتها تفسيراته؟ ولكن قبل أن نخوض في الأحداث، إن كنت أول مرة تشاهد محتوانا أو كنت متابعاً غير مشترك بعد، فننصحك بالاشتراك وتفعيل الجرس، واترك الباقي علينا. لنبدأ. اسمه فيصل الزراوي، يبلغ من العمر 38 عاماً، وهو مهندس فرنسي من أصول مغربية. يحب التحديات وكل ما هو غامض، ومنذ سن المراهقة فقد عمل على تصميم رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، ثم انتقل بعدها إلى تصميم برنامج واقع افتراضي يسمح للأشخاص بتجربة العيش في كبسولة فضائية. بالوصول إلى العام 2021، وبعد ما يزيد عن 5 عقود من تاريخ بداية موجة جرائم قتل في 20 من شهر ديسمبر من العام 1968، والتي بثت الرعب في قلوب الأمريكيين، كما شغلت الرأي العام ووضعت المحققين في مأزق حقيقي بعد العجز عن فك رموز رسائل القاتل وبالتالي التوصل إلى هويته. فقد أثار هذا المهندس المغربي ضجة عبر الأنترنت بعد تمكنه من فك الشفرتين الأخيرتين اللتان بعثهما قاتل الزودياك إلى أشهر الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نهاية الستينيات من القرن الماضي. وقد حملت الشفرتين الأخيرتين من رسائل قاتل الزودياك رمز 13Z و32Z في إشارة إلى عدد حروف كل واحدة منهما. ووفقاً لما توصل إليه المهندس المغربي فيصل الزراوي، خريج إحدى أشهر كليات الهندسة في فرنسا، فقد استخدم برنامج فك الشفرة الذي تم تشغيله من خلال 650 حلاً ممكن قبل التوصل إلى مفتاح التشفير، حيث بعد أسبوعين من العمل المتواصل من أجل التوصل إلى لغز فك الشفرات والتركيز العالي، فقد تمكن من إيجاد حل للشفرة الأولى والتي أشارت إلى الإحداثيات التالية: ليبور داي فايند 45.069 نورث 58.719 ويست للمجال المغناطيسي للأرض عوض المجال الجغرافي كما أشير إليه سابقا. وهي الإحداثيات التي قادت إلى موقع بالقرب من مدرسة في ساوث ليك تاهو، وهي مدينة تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد أشار إليهما من خلال بطاقة بريدية يعتقد أن قاتل الزودياك قد أرسلها في العام 1971 مهدداً بتفجير حافلة مدرسية. لم يكن هذا كل شيء، فقد توصل المهندس المغربي أيضاً إلى فك لغز التشفيرة الثانية والأخيرة من رسائل قاتل الزودياك، والتي قال بأنها تشير إلى اسم القاتل، حيث قاده اكتشافه إلى التوصل إلى كلمة كاير، والتي تبين له بأنها تشبه اسم لورانس كاي، وهو الشخص الذي كان يشتبه فيه في القضية، والذي كان يعيش أيضاً في ساوث ليك تاهو، وقد عرف ذلك بكونه كان يستخدم اسماً مستعاراً، وهو اسم كين، وقد توفي في العام 2010، مشيراً إلى أن تشابه اسم الرجل المشتبه به والموقع أكبر من أن يكون مجرد مصادفة، وأيضاً إلى وجود أخطاء مطبعية في الشفرات الأخرى. وبعدما توصل إليه، فقد راسل الزراوي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وإدارة شرطة سان فرانسيسكو، مشيراً إلى نجاحه في فك لغز الشفرتين المتبقيتين في قضية قاتل الزودياك. وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي جواب رسمي من الجهات المعنية، فقد أكد باحثون فرنسيون مختصون في التشفير بعد عرض نتائج البحث عليهم أن ما توصل إليه الزراوي محتمل نسبياً ومعقولاً وأيضاً مثيراً للاهتمام ويستحق التحقيق.
كما صرح الزراوي لمجلة جون أفريك الفرنسية أنه قد عمل على فك تلك الرموز كنوعين من التحديات الشخصية، حيث قال: عملت بلا توقف لمدة أسبوعين، لم أرى أي شخص تقريبا، كما لو كنت في عالم موازن. موضحا بأنه قد عمل في البداية على لغز تشفيرة 32 زد بعد أن استبدل الرموز بالحروف، ثم بعدها أدرك أنه من المهم العمل على إحداثيات أرضية، وعندها حول الحروف إلى أرقام، مستخدما في ذلك طريقة بسيطة تعتمد على موقعها الأبجدي. فتوصل إلى إحداثيات مدرسة في مدينة ساوث ليك تاهو، ورد ذكرها في رسائل سابقة. وباستخدام نفس الطريقة توصل إلى هوية القاتل. وقبل ذلك وخلال نهاية العام الماضي، فقد تمكن فريق من 3 محققين هواة، وهو أمريكي وبلجيكي وأسترالي، من فك رموز الرسالة الشهيرة التي أرسلت إلى صحيفة سان فرانسيسكو كورونيل في شهر نوفمبر من العام 1969. أما الرسالة التي تم فك رموزها، ووفقاً لمقطع فيديو نشره ديفيد أورانشاك وهو المحقق الأمريكي في الفريق، فهو نوع من الهذيان الباطني، والتي جاء فيها: آمل أنكم تستمتعون كثيراً وأنتم تحاولون اللحاق بي. That was the voice of a man who called himself the Zodiac Killer. كما جاء في الرسالة أيضاً: لم أكن أنا في البرنامج التلفزيوني، الأمر يدفعني للحديث عن شيء يخصني، هو أنني لا أخاف من غرفة الغاز لأنها سترسلني إلى الجنة في أسرع وقت. لدي الآن ما يكفي من العبيد للعمل لدي، بينما لا يمتلك أي شخص آخر أي شيء عندما يصل إلى الجنة، لهذا السبب يخافون من الموت. لست خائفاً لأنني أعلم أن حياتي الجديدة ستكون سهلة في الجنة. الحياة موت. وما أسماه القاتل بعبيده المقدر لهم في خدمته في الجنة هم ضحاياه، كما أوضح في رسالة سابقة سهلة تم فك رموزها والتي يشار إليها برمز 408 زد. وكانت جرائم القتل التي أرعبت الأمريكيين قد بدأت في 20 من شهر ديسمبر من العام 1968، وذلك بعد أن تم إطلاق النار على زوجين داخل سيارتهما على طريق يسمى طريق العشاق. فعثرت الشرطة على القتيلين، ورسالة غامضة على السيارة تحمل توقيع القاتل. لكن ورغم التحريات والتحقيق مع العديد من الأشخاص، لم يستطع رجال الشرطة التوصل إلى هوية القاتل. ثم بدأت ترتكب مجموعة جرائم أخرى مشابهة للأولى في العديد من المناطق المختلفة من الولاية، وقد كان تجمع ضحايا خاصية كون أعمارهم جميعاً ما بين سن 16 و29 عاماً. بعد مرور عدة أسابيع على تلك الجرائم، توصلت صحيفة مشهورة في الولاية وهي صحيفة سان فرانسيسكو، صحيفة سان فرانسيسكو أزمات وصحيفة فايخو تايمز هيرالدال، برسائل غامضة مكتوبة بخط اليد من شخص يدعي أنه مرتكب كل تلك الجرائم الغامضة، وتحمل توقيعاً ورموزاً أخرى ادعى المرسل أنها ستكشف هويته الحقيقية. كما أنه بعد مرور عدة أيام أخرى عاد وراسل صحيفة سان فرانسيسكو أزمات وعرف فيها نفسه، حيث جاء في الرسالة ما ترجمته: الزودياك يتحدث، أو The Zodiac Speaking. ومن هنا حظي القاتل على هذا الاسم الزودياك. من خلال رسائله التي وجهها إلى الصحف، كشف قاتل الزودياك على أنه قتل 37 شخصا، غير أن التحقيقات أشارت إلى أن هناك 7 ضحايا مؤكدة فقط، نجا منهم 2، إلى جانب ضحايا آخرون محتملون لنفس القاتل يقدرون بالعشرات. فهل وضع هذا المهندس الفرنسي من أصول مغربية أخيراً الحل للغز القاتل الذي حير المحققين لعقود من الزمن؟ أم لا تزال هناك مفاجآت أخرى ستظهر في المستقبل؟ ذلك ما ستحمله إجابة الأيام والسنوات القادمة. قناة وقائع دائماً ترحب بانتقاداتكم البناءة وتعليقاتكم المشجعة، وتعدكم بالأفضل والأكثر متعة في القادم من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله.
أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.